أهلا بكم. لماذا أصبح الدم العراقي بنظر حكومات الخضراء أرخص دم يراق؟ لماذا يستمر الفساد بدوامته ليحرق أجساد العراقيين ومستقبلهم؟ من ينبغي أن يحاسب؟ وزير الصحة أم نظام مبني على الفساد والمحاصصة؟ العراقيون فجعوا بالحريق الذي التهم مستشفى ابن الخطيب في بغداد ليؤكد الحقيقة المرة: فشل نظام المحاصصة القائم على تدمير جميع المؤسسات، لا سيما النظام الصحي المنهار أصلاً في ظل تلك السياسات. فلم يكن هذا الحريق الأول، فقد سبقه حريق مستشفى اليرموك. من يتحمل مسؤولية حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص؟ الحكومة أم الأحزاب؟ فمآسي وآلام الشعب العراقي ما تزال مستمرة بسبب السياسات الحكومية المتخبطة والفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة والانتهاكات الصارخة التي تستهدف العراقيين. نشاهد بداية هذا التقرير. الله أكبر. لا يكاد يندمل جرح حتى ينزف جرح آخر بدماء جديدة. هكذا هو المشهد في العراق، جرائم يهتز لها ضمير الإنسانية، تنتهي التحقيقات فيها إلى سرار وتسجيلها ضد مجهول، مع أن الجاني معلوم للجميع. العراقيون تلقوا بصدمة وألم فاجعة الحريق الذي التهم مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ليؤكد الحقيقة المرة لفشل نظام المحاصصة القائم على تدمير جميع المؤسسات، لا سيما النظام الصحي المنهار في ظل تلك السياسات. فلم يكن هذا الحريق الأول، فقد سبقه حريق مستشفى اليرموك. الحكومة الحالية وجميع أحزابها الفاسدة هم من يتحمل فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ومقتل وإصابة أكثر من 200 شخص، بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي قالت إن مآسي وآلام الشعب العراقي ما تزال مستمرة ومتنوعة بسبب السياسات الحكومية المتخبطة والفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة والانتهاكات الصارخة التي تستهدف العراقيين. مفوضية حقوق الإنسان قالت إن الحريق نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين اسطوانات الأكسجين، وأن ما حدث كان ناتجاً عن تقصير واضح في المؤسسات الصحية وعدم مراعاة حقوق الإنسان، وهو يمثل جريمة بحق المرضى. وطالبت بإقالة وزير الصحة الحالي حسن التميمي التابع للتيار الصدري وإحالته للتحقيق، فيما سارع الصدر للتنصل من المسؤولية والتبرؤ من الوزير. أما رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي فقد هرع كعادته إلى تشكيل لجنة تحقيقية لتصبح القضية في طي النسيان بعد أيام، فيما اعترف رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح أن فاجعة مستشفى ابن الخطيب جاءت نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة بسبب الفساد وسوء الإدارة. العالم كلها ماتت واحترقت، الله أكبر. الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد يكشف عقوداً من الإهمال والفساد وضعف الاستثمار في العراق، بحسب وكالة أسوشيتد بريس التي قالت إن العراقيين باتوا يدفعون ثمن الإهمال والفساد بعد أن قدموا طيلة سنوات ملايين القتلى والجرحى ضحايا للاحتلال والاضطرابات الأمنية. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل الأكاديمي والباحث السياسي، انضم معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ عبد القادر النايل مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. أهلا بكم ضيوف الكرام. فاجعة أليمة ألمت بالعراقيين، جريمة إحراق مستشفى ابن الخطيب، وفي ظل دوامة هذا الفساد انتهاكات صارخة بحقوق الإنسان متواصلة منذ العام 2003 وإلى الآن. هذه الجريمة البشعة وهذا العدد الكبير من الضحايا، إلى أي مدى هو كاف لإسقاط الحكومة؟ يعني بداية عزانا للشعب العراقي والرحمة للشهداء والدعانا بالشفاء العاجل والتام للجرحى والمصابين في هذا المصاب الجلل. آمين.
أعتقد هذا الحدث الكبير الذي حصل في مستشفى ابن الخطيب هو يكفي لإسقاط حكومة وليس لإسقاط وزارة ولا لإقالة مسؤول كما يتكلم الإعلام عنه. ولكن علينا أن ندرك أن ما حصل هو ليس نتيجة خطأ إداري ولا خطأ فني، بل هو نتيجة فساد متراكم منذ 2003 وإلى الآن، وخصوصا في جميع الوزارات وخصوصا في وزارة الصحة التي أصبحت وكأنها عقارا يمتلكها التيار الصدري، يتوارثون يعني عن كل دورة انتخابية توارث هذه الوزارة وامتلأت في الفساد اليوم هذه الوزارة، وأصبحت هي سبب في قتل الشعب العراقي. وهذه الجريمة الأخيرة يعني هي لن تكون الأخيرة، لأنه كما ذكرت لك أن هذه ليست نتيجة خطأ لا إداري ولا فني، بل هو مجموعة تراكمات من الفساد السياسي والإداري الذي ضرب الدولة العراقية بكل مفاصلها. عندما يتحدث برهم صالح رئيس الجمهورية عن فاجعة ابن الخطيب، هذه المستشفى كانت نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة أيضا من جراء الفساد. كيف ترى المسؤول عندما يتحدث، طبعا ليس فقط برهم صالح، جميع المسؤولين، منهم من تبرأ، منهم من حزن كثيرا، ومنهم من خرج معترضا، ولكن من السبب؟ الشعب العراقي السبب أم الحكومة المسؤولين هم السبب؟ اليوم عند المسؤول يطلع يبرر أو يعترف بهذا الخطأ أو يتبرأ من هذا، هو أنواع. بالنسبة لرئيس الجمهورية منذ مدة طويلة وهو يتكلم عن الفساد في المؤسسات الدولة، طبعا هذا الكلام هو صحيح، ولكن إذا كان رئيس الجمهورية يتكلم عن الفساد فمن المصلح؟ من الذي سيصلح؟ يعني هو رئيس الجمهورية يتكلم عن فساد، رئيس الوزراء يتكلم عن فساد، طيب تتكلمون أنتم لستم ناشطين، أنتم مسؤولين، أنتم سلطة، طب من المسؤول عن من الذي سيصلح الوضع؟ يعني هذه قصة. نعم والله أنا أسمع رئيس الجمهورية يتكلم كثير ورئيس الوزراء يتكلم كثير عن هذا، لكن يتكلمون معنا؟ يعني أنتم لستم ناشطين يا جماعة، أنتم دولة، أنتم مسؤولين، هذا واحد. أما التبرؤ أو في اللحظات الأخيرة من المسؤول الذي أنت جئت به، حقيقة هذه يعني ليست مروءة. أتحمل مسؤولية هذه الوزارة معلوم لمن تتبع من 2003 وإلى الآن وكيف تحولت. اليوم تتبرؤون من الوزير والوزير وإن كان فاسد وهو كذلك، لكن هذه لا قيمة لها أمام المجتمع العراقي، ولا قيمة لها إخلاقية، ولا قيمة إدارية، ولا قيمة قانونية. اليوم معروف أنه الوزارات محاصصة ولكل حزب له وزارته يأخذها، لكن الغريب أنه هذه الوزارة أصبحت ملك للتيار الصدري ومن 2003 وإلى الآن يتوارثون كابرا عن كابر. نعم، التبرؤ من الوزير الآن حسن التميمي في هذه اللحظة هذا معناه عدم مسؤولية ليس أكثر، وهو نعم هو متهم بالفساد وهو كذلك. نعم. أستاذ عبد القادر النايل الأكاديمي والباحث السياسي، مرحبا بك مرة أخرى. عندما يتبرأ مقتدى الصدر من وزير الصحة، هل هذا كاف أو يعفيه من المسؤولية؟ يعني من ينبغي أن يحاسب؟ الوزير ينبغي أن يحاسب هنا؟ أولا دعنا نعزي عوائل الضحايا لمستشفى ابن الخطيب والشفاء، وندعو الشفاء بالشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلم العراقيين الصبر والاحتساب لله على ما يتعرضون إليه من نكبات متتالية لن تكون للأسف الأخيرة، لأنه نحن أمام نظام سياسي متهالك تعمد على إيذاء العراقيين. وعلى هذا الأساس فإنه لابد أن نحدد أطر، هل هذه الواقعة والحادثة كانت هي جريمة حكومية أم إهمالا أو تقصيرا؟ إذا لابد أن نضع المرتكز الأول أنها جريمة حكومية بامتياز، سواء كانت بطريقة مباشرة أو بالتسبب، لأنه ما جرى حقيقة هو طريقة واضحة لوصول الحادثة إلى عملية الانفجار، لأنه كل المعطيات الأساسية تؤكد على أنه الأكسجين ليس قابل للانفجار ولا هو مشتعل، إنما هو يساعد على الاشتعال، فبالتالي لا تنفجر أسطوانات الأكسجين إلا بضغط خارجي من حرارة مباشرة. من الذي حقيقة أوجد هذه القضية حتى تصل لمرحلة الانفجار والاحتراق؟ ثم أن السلطات الحكومية، طبعا نحن متأكدون على أن النظام الصحي في العراق منهار، لكن هذا المستشفى حدد مع بالتوافق مع منظمة الصحة العالمية لأن يكون المركز الرئيسي لكورونا، بالتالي قدمت منظمة الصحة العالمية مبالغ طائلة للتأهيلة،
فهل من المعقول سلطات حكومية بوزارة الصحة وبالدفاع المدني وبلجان النزاهة والمراقبة ومكاربة صحة الفساد لم يكشفوا أن المستشفى ليس فيه جهاز استشعار للحريق أو منظومة إطفاء مركزية إذا ما كان هناك حريق؟ يعني كان المفروض يهتمون لأن يوميا الحالات لكورونا يتم. أستاذ عبد القادر، مع عدم مراعاة حقوق الإنسان وعدم مراعاة شروط السلامة وكذلك هذا التنصل من المسؤولية واتهام الأطراف بعضها بعضا بالمسؤولية، يعني البرلمان فشل في عقد جلسة بعد عدم اكتمال النصاب في خضم كل هذه الجرائم والانتهاكات التي تحصل للعراقيين، إحراق الأجساد على هذا النحو وهذا العدد الكبير، البرلمان يحول هذه الجلسة إلى جلسة تداولية، إلى ما يشير ذلك برأيك؟ يشير إلى أن النظام السياسي برلمانا وحكومة وأحزاب سياسية فاسدة مع ميليشياتهم مشتركون بهذه الجريمة. هؤلاء بنوا وجودهم السلطوي على دماء العراقيين، وبالتالي هم غير مكترثين لهذه الدماء العراقية، هم يحاولون استنزاف الوقت حتى تأتي جريمة أخرى تنسي العراقيين هذه الجريمة، لأننا تعودنا على جرائم متتالية على الشعب العراقي بدءا من جريمة الاحتلال إلى ما تبعها من جرائم حكومية سواء للحويجة أو للزرقة في النجف أو لقمع التظاهرات أو لاقتحام الرمادي أو لقمع تظاهرات ثورة تشرين، مجزرة الناصرية، مجزرة النجف. وبالتالي اليوم نتكلم عن قضية طبية إنسانية، أن يذهب الإنسان يؤمن روحه وجسده لوزارة الصحة فيخرج حريقا لا متشافيا. اليوم نتكلم حقيقة عن هؤلاء أنهم مشتركون في هذا التهالك للنظام الصحي، لذلك لا يمكن إعفاء مقتدى الصدر، هو يترأس ويتزعم سائرون، وسائرون بكل تسمياتها وتنقلاتها تسيطر على وزارة الصحة من 2005. بالتالي حاكم الزامني هو الوزير الحقيقي لوزارة الصحة المتهم الوحيد باختطاف وتغييب الدكتور علي المهداوي داخل وزارة الصحة. إلى هذه اللحظة حقيقة هؤلاء يؤكدون على أنهم شركاء، لأنه ما جرى من تصرف لحكومة الكاظمي هو سحب يد وزير الصحة أو مدير صحة الرصافة أو مدير المستشفى. بالله يعني يعقل أمام هذه الفاجعة الكبيرة وأمام هذه الدماء يتم سحب الأيادي؟ سحب الأيادي هو تكريم لهؤلاء، إنما كان يفترض أن يتم اعتقالهم لو يكونوا متواطئين جميعهم مع هذه الجريمة. بالتالي الحكومة ووزارة الصحة مشكلة من هذه الأحزاب التي تجلس في البرلمان، فكيف لا تريد لهم أن يجلسون ويجتمعون ويقررون جلسة حقيقية لمحاسبة هؤلاء وهم مشتركون في تنصيب هذه الحكومة والوزراء؟ فهم أيضا مشتركون في عملية قتل الشعب العراقي وحادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد تؤكد على أن البرلمان غير مكترث، لأنه لو كانت لديهم ذرة من المسؤولية لما تحولت الجلسة إلى جلسة تداولية، إنما إلى اجتماع يتداعى ربما تكون بغض النظر عن اختلافنا معهم وأطر العملية السياسية. كان يفترض لو كانت لديهم حقيقة ذرة من الغيرة والمروءة لاجتمعوا اليوم بدون غياب جميع أعضاء مجلس النواب على هذه الفاجعة. هم لم يحققوا هذا الاجتماع، يؤكد على أنهم حقيقة يعني مشتركون في الدم العراقي وأنهم غير مكترثين لهذه الجريمة، فقط يريدون كسب الوقت من أجل أن تأتي جريمة أخرى تنسي هذه الفاجعة العراقية. طيب أستاذ عبد القادر، أستاذ حسين، أستاذ عبد القادر يقول إن يعني إنهم لا يمتلكون غيرة ولا مروءة، يعني هل من المعقول أن السياسيين يتقاتلون ويتنافسون ويتحمسون لموضوع الانتخابات مثلا، لموضوع المكاسب السياسية، في حين أن يعني البرلمان يفشل في عقد جلسة بشأن يعني فاجعة ابن الخطيب، هذا الرقم الهائل وهذا العدد الهائل من الضحايا؟ يعني أنا أعتقد كتلة السائرون غابت كلها عن الاجتماع حتى تفشل الاجتماع، هذا واحدة يعني، وإن كان يعني وتحالفت مع آخرين. لكن أريد أعطيك عن لجنة الصحة والنيابة عندما اجتمعت وكيف يعني قدمت تقرير مؤقت يعني أولي عن الجريمة اللي حصلت. نعم. أولا قالت أنه المستشفى أسس عام 1959 باعتبار هذا تبرير أن المستشفى قديم. هذا واحد.
الاسطوانات المطافئ اليدوية كتبت بالتقرير أنها يوم 18/4 يوم 8/4/21 مفحوصة. 8/4 يعني تصور يعني قبل كم يوم هم ما فحصوهم شيء يكون. هذا تقرير مع اللجنة. النقطة الثالثة اللي أدرجتها ضمن التقرير أنه قوة حماية المنشآت لا تسيطر على عدد المرافقين للمرضى. يعني انتقلت القصة من وزارة الصحة إلى قوة حماية المستشفى. لاحظت المستشفى طبعاً هذه برئاسة من؟ برئاسة السيد قتيبة الجبوري رئيس اللجنة. طبعاً السيد قتيبة الجبوري أنا يدي أتكلم عليه على الإعلام، لكن ما يكفي ما تكلموا عليه الزملاء سواء في صلاح الدين أم في مجلس النواب. هذا التبرير اللي يعتبر أنه الزائرين هم السبب والقناني مفحوصة مشكلة كاملة والمستشفى تاريخ 1959، إذن الكل أبرياء ماكو مشكلة. صوت ذول المرضى اللي جايبين كل أحد جايب وياك. ما سبب ردة فعل ضعيفة من قبل الأطفاء الطوارئ؟ ليس هناك خطة طوارئ يعني. يا سيدي السبب أولا إحنا كل حادث لازم نعرف عدد الضحايا حتى نعرف ما هي نوع ردة الفعل. اليوم عندما يكون 200 ضحية من شهداء وجرحى ومصابين في مستشفى في قلب العاصمة بغداد، معناها ردة الفعل جدا ضعيفة من قبل الدفاع المدني. تابعت من قام بإنقاذ الناس؟ الأطفال، الأهالي، الشباب من المنطقة. معقولة كل ما يصير حادث في مؤسسة حكومية يفزع الأهالي لينقذوا المرضى أو ينقذوا المصابين ولا دور للدفاع المدني؟ هذا الكلام غير مقبول. أصبح فقط في العراق، لاحظنا أيضا قضية العبارة في الموصل عندما لم تكن هناك ردة فعل سريعة لإنقاذ الناس، كلها غرقت قبل في مستشفى اليرموك. هذا لا يمكن. اليوم ردة الفعل البطيئة والمتأخرة من قبل الدفاع المدني أدى إلى استشهاد هذا العدد الكبير وإصابة الجرحى اللي تجاوز عدد 200 مصاب في مستشفى في قلب العاصمة بغداد. ماذا لو كان هذا المستشفى في منطقة نائية أو خارج المحافظة؟ ما يطلع منه أحد. أستاذ عبد القادر، هل يعني هذه المبررات التي ساقتها الجهات الحكومية هل تراها يعني مقنعة لدى الشارع العراقي الغاضب والثائر ضد هذا النظام؟ من المؤكد تماما هم يعلمون أنها ليست مقنعة لهم لهذا النظام السياسي ولا للسلطات الحكومية، فكيف يمكن للشعب العراقي أن يقتنع فيها؟ لأن الشعب العراقي شاهد حي على الجريمة المرتكبة بحقه، وبالتالي ما يحدث في مستشفى ابن الخطيب هي جريمة مزدوجة. الجريمة الأولى عندما حقيقة جرى عملية احتراق المستشفى بقناني الأكسجين. يعني في دول مجاورة ودول عربية، لا نقول دول أوروبية، عندما حقيقة انقطع الأكسجين قامت الدنيا ولم تقعد. ربما يعني 6 ضحايا قامت الدنيا ولم تقعد، ومن أعلى هرم السلطة إلى أدنى المسؤول متواجدين بالدقائق الأولى. هل رأينا مسؤولا وصل إلى مستشفى ابن الخطيب؟ لم يوجد، حتى وزير الصحة المتهم الرئيسي في هذه القضية لم يكن موجودا. لذلك هو كما أشار ضيفك حتى الدفاع المدني وهي الجريمة الثانية أنه لم يأتي لإنقاذ الجرحى. تعلم أنه الدفاع المدني يمتلك إمكانيات، أولا إطفاء الحريق، شق طريق وسط النار من خلال إطفاء جزء منه والدخول إلى الجرحى والمصابين لإنقاذهم، ولم يحدث. واعتمد أو المواطنون اعتمدوا على أنفسهم، والمواطنون أيضا ألقوا بأنفسهم حقيقة لولا أن الغيرة العراقية والموقف الأصيل والشهامة العراقية حقيقة، وهذا هو معدن العراقيين، يعني ألقوا بأنفسهم داخل النار لإنقاذ المرضى. وهذا أيضا يتسبب في جريمة أخرى، وهو أن هؤلاء المنقذين والمسعفين هم مدنيين يعني كادوا أن يتعرضون إلى الموت والاختناق من خلال ما جرى من حريق ومن لماذا نار. لماذا أستاذ عبد القادر، لماذا المسؤولون دائما ما يبررون للجرائم أو الفواجع التي تحصل؟ مثلا مدير الدفاع المدني يقول أن المستشفى قديم أو منظومة الأطفاء غير صالحة، في حين أن وكالات أنباء أو مؤسسات إعلامية أشارت إلى أن الفساد المستشري هو سبب كل الفواجع التي تحصل في العراق. هل يعني هذه المبررات التي يسوقونها عن طريق من خلال الإعلام، هل ترى أنها ستجد صدى مقنعا لدى العالم أيضا؟ بالمطلق العالم يعلم تماما مدى تهالك النظام الصحي، وأن هذه السلطات ساهمت في إنهاء هذا النظام الصحي بالعراق، وأن الأمن الصحي لا وجود له بالمطلق،
وبالتالي هم يتحملون المسؤولية. طيب إذا كان المستشفى متهالكا لماذا أخذتم من منظمة الصحة العالمية مبلغ 50 مليون دولار لتأهيل هذا المستشفى؟ هي المشكلة أين المستشفيات الجديدة؟ يعني كل المستشفيات هو السؤال يطرح نفس الميزانيات الانفجارية التي وصلت إلى العراق من خلال بيع النفط العراقي، ميزانيات كبيرة. لماذا إذا كان يتهم هذا المستشفى بالمتهالك؟ نحن أمام 18 عاما، تركيا أكبر مستشفى في الشرق الأوسط خلال عام تم تجهيزه، الكويت مستشفى أيضا على غرار المستشفى التركي خلال سنة 360 يوم بأجهزته بكوادر تم افتتاحها، نتكلم عن 18 عاما، وكلها كانت هذه المستشفيات تكلفتها مليار دولار، نتكلم عن آلاف الدولارات. يعني لا يعلم هذا صاحب الدفاع المدني والسلطات الحكومية أن فقط من بيع النفط العراقي وصلنا إلى 1000 تريليون دولار؟ بالتالي لماذا إذا خصصتم هذا المستشفى إذا هو متهالك إذا كما تدعون؟ لماذا تم تخصيصه لجانح العالم كله يهتم بها وهي جانحة كورونا؟ لماذا إذا هو متهالك لماذا لم تلقي بالمسؤولية عليك يا صاحب الدفاع المدني وتزود المستشفى بجهاز إشعار حريق وبإطفاء مركزي عندما يتعرض إلى الحريق؟ يعني هذه القضية لا تتعلق بالمستشفى إذا كان قديما أو جديدا أو متهالك أو غيرها، لأنها تتعلق بإنشاء منظومة جديدة حديثة تعلق على الجدران. لذلك حقيقة هذه الادعاءات لن تكون لها أي صدى، وأعتقد أن هناك تحركات أكبر، وهذه القضية دقت مسمارا كبيرا في نعش السلطات الحكومية والعملية السياسية الحالية. إذن نشاهد مشاهدينا الكرام سويا هذا التقرير بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب. إذن متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في تقديم هذه الحلقة التي هي تحت عنوان مستشفى ابن الخطيب، دوامة الفساد الدامي في العراق. أستاذ حسين، رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي هرع كعادته إلى تشكيل لجان تحقيقية بشأن هذه الفاجعة الكبيرة والمؤلمة، ولكن السؤال، الكثير من الانتهاكات ترتكب في العراق تشكل لها اللجان التحقيقية ثم تسجل ضد أو تقيد ضد مجهول. هنا يعني من يحاسب ومن له القدرة على وضع حد لهذه الانتهاكات؟ ألا يعد مثلا تشكيل اللجان التحقيقية بحد ذاته على هذا النحو انتهاكا؟ يعني قضية اللجان، تشكيل اللجان التحقيقية في العراق أصبحت قضية يعني تسويفية لأي حدث يحصل في العراق. كل ما يحصل حدث كبير يذهبون إلى تشكيل لجنة، واللجنة ثم تموت الحدث، تقتل الحدث، تمتص غضب الشارع، تمتص غضب الشارع، فورة هذا الشارع، الإعلام، كل هذا تمتصه بشكل، وبقى ينتظر الناس أسبوع، 10 أيام، شهر، انتهت اللجنة وهكذا. وإحنا لدينا عشرات القضايا من جسر الأئمة، فاجعة جسر الأئمة التي سقطوا، إلى عبارة الموصل، إلى الجرائم التفجيرات، إلى القتل، إلى التهجير، إلى المقابر الجماعية، صح، إلى كل هذه هي تشكيل لجان، ولكن هذه اللجان لم تظهر أي نتيجة على النور مطلقا، مطلقا أبدا. لا يوجد لجان. أنا ذكرت لك قبل شوية أنه هذه لجنة أيضا البرلمان هم شكل لجنة، نعم، برئاسة السيد قتيبة، وأنا ذكرت يوم 8، لا، هو يوم 18 صاغوا. طيب هنا موضوع اللجان موضوع معروف، ولكن هنا متابعة هذه اللجان، يعني أليس من الممكن أن تكون هناك متابعة دولية لهذه اللجان؟ شوف أستاذي، المجتمع الدولي هو يريد لهؤلاء أن يسوموا الشعب العراقي سوء العذاب. لو لم يريد ذلك
لكان تشكل مو لجان تشكل تحالف كامل للخلاص من هؤلاء. لماذا السياسي. لماذا في العراق فقط؟ يعني ذكرت قبل قليل هناك دول مجاورة قريبة على حدودها مع الحدود العراقية يحصل فيها أشياء يعني 6% أو 3% ما حصل في مستشفى صحيح. ابن الخطيب. ولكن ترى أن الجهود مختلفة وجبارة وهناك يعني قطع للجذور وهناك استئصال لكل شيء مقصر، بالتالي في العراق الشيء معاكس، هناك لجان تشكل لا تأتي بنتيجة وتذهب هذه الأرواح سدن. يعني شوف اللي جاء بعد 2003 كان يراد للعراق التدمير الكامل. التدمير الكامل لا يمكن أن يضربوه بقنبلة وينهون هذا البلد بكامل، يؤدون عدة ملفات ولعدة أشخاص قذرين يمارسون هذا. طبعا الميليشيات لها دور، الحكومة لها دور، الداعش لها دور، الفساد بكل دوائره، البرلمان وغيره لهم دور، كل هذه الأدوار إضافة للأدوار الإقليمية هي لتمزيق الدولة العراقية وتدمير بناها التحتية وتمزيق ويعني تأثير حتى على النفسية العراقية بحيث تعيش حالة من اليأس والإحباط أو يعني يأس من العودة إلى ما كان عليه سابقا، بمعنى الشخصية العراقية تفقد توازنها كاملا، تدمير العراق على يد هؤلاء. ولكن هي هناك أدوار لكل فريق لكل حزب لكل مجموعة لها دورها اللي تأديه. احنا امام سيناريو متكامل لتدمير الدولة العراقية، تساعد في هذا السيناريو دول إقليمية على رأس ايران ودول عربية اخرى، تخدمها تدمير العراق، يخدمها جعل العراق على طول انه دولة مدمرة، دولة تعيش صراعات داخلية، دولة تعيش في حكومة لا وطنية، في فساد مستشري بكل مؤسسات الدولة، لانه ما نهض العراق سيكون له دورا حقيقيا على المستوى الإقليمي على المستوى العربي. هذه الدول لا تريد للعراق أن يكون له دور، فلا بد أن تساعد. لاحظ يدعمون الفاسدين. بلد نفطي مثل العراق يستجدي، معيب جدا هذا الأمر، مخزي. أكبر بلد في الفساد هو الشعب العراقي، سلاح منفلت، الكفاءة يعني مدمورة، يعني مدمريها الكفاءات العراقية كاملة. شنو وزارة يديرها معمم؟ على يا أساس وزارة الصحة يديرها معمم؟ وين أبو البورد ماذا يفعل؟ الدكتوراه البورد والماجستير وغيره ماذا يفعلون؟ واحد معمم يدير وزارة وبقية الوزارات كذلك. ثم هذا المعمم اليوم إذا ما يدير وزارة عنده ميليشيا يدير هو الوزارات كاملة. ما شفنا صورة رئيس الوزراء كيف تعاملوا وياها وهو قائد عام القوات المسلحة؟ ما شفنا الأسلوب بمواقع التواصل وقنواتهم الفضائية كيف يتكلمون عن رئيس الوزراء وعن وزير الداخلية والدفاع؟ يا أخي هو هذا المطلوب منا، أنه تقودنا ميليشيات حتى نكون نموذج الدولة الفاشلة ونكون درسا لأي نموذج يعترض على الأمريكان وعلى المجتمع الدولي. نعم أستاذ عبد القادر، الولايات المتحدة، الاحتلال الأمريكي ألا يتحمل المسؤولية عما يجري في العراق؟ هو أنجب نظام محاصصة في العراق وهو موجود الآن وله مخرجات، من مخرجاته ما يعني نرى على الأرض الآن من سلاح منفلت، من فوضى عارمة، من قطاعات محطمة، من بنية تحتية متهدمة. يعني ماذا قدم نظام المحاصصة الذي جاء به الاحتلال الأمريكي حتى الآن، غير الفساد ودوامة الفساد التي من نتائجها يعني قتل العراقيين وإحراق المستشفيات وإحراق المحاصيل الزراعية وإحراق البلد بالكامل؟ هو يعني عبارة دقيقة، أنجب نظاما غير شرعيا، والإنجاب هنا بين أمريكا وإيران لهذا النظام. لذلك حقيقة يتحمل المسؤولية الكاملة، لأنه مشروع تدمير العراق يقتضي إرجاع العراق للعصور الحجرية، وهذا ما جاء به من خلال هدم مؤسسات الدولة. نحن نتكلم بعد 2003 لا وجود لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، كلها تم حلها بالكامل. ولذلك هذا النظام لم ينجح في عملية بناء أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لا المؤسسة الصحية ولا المؤسسة الأمنية ولا المؤسسة الاجتماعية ولا المؤسسة البيئية. معلوم تماما أن الدول التي تحترم نفسها لا يمكن التفريط بمؤسساتها، لا سيما المؤسسات التي تتعلق في شمولية الأمن الوطني. لذلك اقتصرت الولايات المتحدة على بناء سلطة، وهؤلاء اقتصرت السلطة السياسية الحالية على بناء أمن السلطة الخاصة الذي يدافع عنها.
لذلك هم بعيدين كل البعد عن توفير الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، كل هذا في مفهوم الأمن الوطني عندما يتم بناء مؤسسات دولة. الولايات المتحدة الأمريكية أنجبت وفرضت بقوة السلاح، هؤلاء هم حقيقة نتاج لعسكرة العملية السياسية. لولا قوة السلاح الأمريكي عندما تم تنصيبهم في عام 2003 وإلى الآن هم لم يتغيروا، هي ذات الأحزاب التي تحكم العراق، وممكن الوجوه تتغير، هذه الوجوه هي كلها منتمية إلى هذه الأحزاب التي شكلت وفرضها الاحتلال الأمريكي على العراق وفرضها على العالم أيضا، لأن الولايات المتحدة تقود العالم من خلال القطبية الأحادية. على هذا الأساس حقيقة فإن هؤلاء فرضتهم الولايات المتحدة، وبالتالي فشلوا أيضا. هذا الفشل الذريع حقيقة هو ممنهج لتدمير مؤسسات العراق وإرجاع العراق للعصر الحجري. لذلك لا يمكن لماذا كلما تقترب الانتخابات يعني نجد أن التفجيرات وعمليات الحرائق وقتل العراقيين مقترنا معها؟ لأن هذا النظام بني على دماء وأشلاء العراقيين. تعلم تماما أنه لولا أنه القصف الأمريكي الذي قتل مليونين عراقي ورمل ملايين النساء وأوجد 5 مليون طفل يتيم وأوجد ملايين النازحين والمهجرين قصرا خارج العراق يبلغ عددهم 6 مليون، هذا كله جرى بقوة السلاح، وبالتالي هم صنعوا بقوة السلاح. لذلك هم يعني كان ارتقائهم لتسلم السلطة على دماء العراقيين وأشلائهم، فلذلك هم من قتلة العراق لذلك أسسوا الميليشيات المسلحة، فبالتالي حفاظهم ووجودهم يقتضي أنهم يسيلون دماء العراقيين من أجل حقيقة إعادة الاصطفافات وإشغال العراقيين بالوضع الأمني حتى يتم تزوير الانتخابات والتسلط عليها وإعادة أنفسهم وتدوير أنفسهم مرة ثانية. لأنه أنت تعلم تماما أن العراقيين الآن يقودون ثورة ضد هذا النظام، وأصبح الوعي العراقي وعيا جمعيا لا يكاد يكون موجود في السنوات الماضية تماما. الآن نعيش حالة جديدة في مرحلة تاريخ العراق، هذه المرحلة باكورتها أن هناك وعيا شعبيا مجتمعيا كبيرا تماما، أن العراق لا يمكن له أن يكون أملا في تأسيس دولة أو إنقاذ وضعه الراهن أو الإيقاف حالة التدهور سواء على المستوى الأمني أو على المستويات الأخرى في بناء الوطن إذا لم تزل هذه الطبقة السياسية. لذلك ارتفع صوت العراقيين بإزالة النظام، بإسقاط النظام، بأنهم غير قابلين بهذا الدستور، وبالتالي هذا الانغلاق السياسي الذي وصل دعا برهم صالح في آخر تصريحاته أنه يطالب بعقد جديد أي بدستور جديد للعراقيين، لأن هذا الدستور لم يعد صالحا. لذلك هذا النظام لم يؤسس لبناء وطن، إنما أسس لإنتاج أزمات وكوارث، وبالتالي بقاءه متعلق بإنتاج الأزمات والكوارث، ومن أبرز الأزمات والكوارث هو التفجيرات والقتل والإرهاب وسفك دم العراقيين. نعم أستاذ حسين، هيئة علماء المسلمين منذ الاحتلال وحتى الآن يعني كان لها الكثير من المواقف. ما بني بعد الاحتلال، ما بني على باطل فهو باطل. نظام المحاصصة الآن نظام باطل، ما الذي قدم للعراقيين من خير؟ لم يقدم سوى التفجيرات والقتل والفساد وإلى آخره. يعني من وجهة نظرك يعني هذه الفاجعة والكثير من الفواجع التي سبقتها، هذه الفاجعة تحديدا هل ستصب أيضا في الوعي الجمعي العراقي بشكل يقوي من عزيمة من يطالبون بتغيير تغيير النظام أو إسقاط النظام في العراق، نظام المحاصصة يعني، وخصوصا ثورة تشرين؟ يعني أعتقد هذه الفاجعة وقبلها من فواجع اللي حدثت، أصبح لدى العراقيين وعي تام كامل بأنه العملية السياسية في العراق لا يمكن لا البناء عليها ولا التعويل عليها في إصلاح المجتمع وبناء الدولة العراقية. يعني لاحظنا في الانتخابات اللي مضت عام 2018 نسبة المشاركة لا تتجاوز 25%، وهذا تراجع كبير في أي خصوصا في بلد عربي بالأصل، أن الدول العربية هي متعطشة لعملية ديمقراطية انتخابية لو كانت نزيهة لكان شاركت بي 70-80% على الحد الأدنى، بينما تجد 25% فقط المشاركة أو أقل قد يجوز. لهذا السبب، أنه سبب مو رفضا للديمقراطية ولا رفضا للتداول السلمي للسلطة، وإنما رفضا للتزوير
ورفضا للمحاصصة ورفضا لأن تستخدم الديمقراطية كغطاء للميليشيات وللمحاصصة وللنظام الثيوقراطي الذي يديره المعممين باسم الديمقراطية. فالمقاطعة هي ليست رفضا وإنما هي معارضة إصلاحية لإصلاح العملية الديمقراطية. اليوم العراق ليست فيه ديمقراطية كما يتصور البعض، والناس تنتظر الانتخابات العراقية متى ستكون ومتى وماذا ستغير. طيب هنا المواطن بدليل بدليل أنه من 2003 ولحد هذه اللحظة لم يتغير شيء. ولو أدركت الولايات المتحدة أن الانتخابات العراقية سينتج عنها حكومة وطنية ستنقلب عليها هي قبل غيري. هنا المواطن العراقي كيف ينظر إلى الحال الواقع العراقي وكيف يمكن تغيير هذا الواقع العراقي؟ حقيقة العراقيين ما قصروا، يعني صبروا كثير وقدموا كثير وضحوا كثير. يعني لاحظ اليوم العراقي، سابقا كنا نقول في المناطق الغربية والمثلث السني كما يسموه هو الأكثر متأذي وهو الأكثر رفضا لهذا النظام. طيب اليوم في وسط وجنوب العراق أيضا هو الثائر ضد هذا النظام وهو يرفض هذا النظام جملة وتفصيلة. اليوم هو يعارض هذه الأحزاب الطائفية وهو يرفض القتل باسم الله وباسم الدين، وهو اليوم يرفض هذا الفساد المستسري في الدولة العراقية. فأصبح رفض شعبي كامل رغم أنه الرفض ليس مجاني. طيب اليوم في العراق اللي يرفض مو شيء قليل، اللي يرفض لو يتهجر لو يعتقل لو يقتل، يعني مو أنت ترفض وقاعد ببيتك. ولاحظ اليوم الناشطين ماذا يفعل بهم، علي كاسب ووالده الله يرحمه وآخرين وهشام الهاشمي وبقي كثير لا يعد يعني أعدادهم. هاي في مناطق الوسط والجنوب، بينما في المناطق الغربية والشمالية الموصل والرمادي الضحايا مجزرة الحويجة ليست ببعيدة، أول البارحة كانت تاريخها ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء. هذا إذا الشعب العراقي رغم كل القسوة الذي يعانيها رغم كل هذا النظام الدموي هو لن يسكت ولم يسكت أبدا، لكن يحتاج إلى مساندة، يحتاج إلى 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 دعم حتى يستطيع أن يتخلص من هذا الظلم الذي جثم على صدره. من المجتمع الدولي الذي جاء بهذا النظام. اليوم بالعالم العربي لا يمكن تغيير نظام بدون إرادة دولية. العامل الخارجي له تأثير في تعيين النظام وفي خلع النظام، لكن يبقى العامل الخارجي لا يتدخل بدون الإرادة الداخلية. طيب هناك مشكلة، الإرادة الداخلية متوفرة في الشعب العراقي. طيب لكن غياب الإرادة الدولية في هذه النقطة. اسمح لي أستاذ حسين، أستاذ عبد القادر، لماذا تغيب الإرادة الدولية عن التغيير في العراق منذ عام 2011 والعراقيون يخرجون بتظاهرات سواء في المنطقة الغربية أو في وسط العراق أو في شمال العراق أو في المنطقة الجنوبية؟ يعني من 2011 يطالبون بالتغيير في تظاهرات سلمية، الدماء تراق، قتل الشباب بأنهر لا تنتهي من الدماء. متى يتحرك المجتمع الدولي؟ هل يظل التعويل على المجتمع الدولي كي يتحرك ليغير النظام في العراق؟ الأستاذ حسين يقول ليس لا تغيير دون تحرك من المجتمع الدولي. من المعلوم تماما أنه الشعوب هي المعول الرئيسي عليها في انتزاع أوطانها، لأنه لم يكن في حسبان المحتل أن يجد مقاومة لولا نهضة الشعب في مقاومته. وبالتالي التجارب الماء السابقة لكل بلدان تعرضت إلى الاحتلال وبنيت فيها أنظمة تابعة للاحتلال ساهمت في تدريبها وتدميرها حقيقة لم تكن للإرادة الدولية أن تحدد التوقيتات، إنما الشعوب. وهذه الجزائر يعني انتزعت الجزائر رغما عن أن في فرنسا التي كانت تريد أن تستمر. يعني أكثر شيء يفرح المحتل هو صمت الشعب، وبالتالي يترك الباب والمدة الزمنية مفتوحا لتواجده. لذلك الشعوب هي من تنتزع أوطانها رغم كل المآسي. فالشعب العراقي يتقدم في انتزاع وطنه. الإرادة الدولية الشعب من سيفرض عليها، وبالتالي حقيقة هي أيضا وصلت إلى طريق مسدود مع هذا النظام الذي أنجبته، ومهمته كادت أن تبدأ مراحل انتهائها، لأنه مرحلة تدمير العراق 20 عاما. وبالتالي هناك إرهاصات كثيرة ومؤشرات في خلال الوقت القريب القادم
حقيقة على العراق وعلى مستوى المنطقة. لذلك ينبغي للشعب أن يكون القوة الثالثة الضاغطة التي يستجيب لها. نعم لن يستجيب للإرادة السيادية الكامل ما يريده الشعب، لكنه سيفرض الشعب واقعه في تغيير هذا النظام التدميري الذي نصب من الاحتلال على شعب العراق. وبالتالي نحن نتحدث أيضا ما يجري ليس في معزل أفغانستان 20 عاما، والآن بدأت مراحل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. لذلك يعني قضية السنة القادمة حقيقة فيها كثير من المؤشرات، لا سيما أنه هذا النظام قد أنجز مهمة التدمير الكاملة، وحتى أي نظام وطني قادم يحتاج إلى فترة يعني ليست بالقليلة من أجل إعادة ثقة الشعب ومن أجل إعادة البناء، وهذا ما يتطلب أن الشعب العراقي سينهض بهذا الإطار. حقيقة الإرادة الدولية إلى الآن متوافقة مع داخل تدمير العراق، ولذلك تجد أن المجتمع الدولي فد عنها. شكرا لك أستاذ عبد القادر. أستاذ حسين في دقيقة واحدة كيف تعلق؟ يعني أعتقد جريمة حرق مستشفى ابن الخطيب لن تكون الأخيرة. هذه جرائم سوف تستمر طالما هذا النظام السياسي باقي على رأس السلطة. لابد من تغيير أس المشكلة وجذر المشكلة، وهو تغيير النظام السياسي في العراق. آنذاك نستطيع أن نعيش في بلد نسبة الجرائم فيه قليلة كما كانت سابقا، ومجتمع متجانس متعافي بعيد عن الصراعات الطائفية والعرقية والمذهبية. أما باعتبار نجتزئ المشكلة بالفاجعة كلها بشخص أو بشخصين بأن هم السبب، هذا أمر يعني استخفاف لدى الشعب العراقي واستخفاف في نوع الجرائم التي تحدث في العراق. شكرا لك أستاذ حسين سبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الأستوديو. شكرا لك. ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.